السلام عليكم واش العشران واش لافامي، معكم رايدر تونين في ان نوفيل فيديو. كيف ما لاحظتوا في العنوان، هذه ديلي اوبسيرفيشن ديال الرجوع من العمل. يعني احنا غادي دابا للدار، كيف ما كتلاحظوا الشمس قريبه طيح، او نقولوا راه المغرب دابا. المهم كنت الصباح غادي ندير واحد ديلي اوبسيرفيشن الصباحيه هي هذيك، ونلقى البنو ديالي مشوش وداكشي. كيف ما خليت في ستوري في الانستغرام، الدراري اللي ما متبعينش الانستغرام، هذا هو الانستغرام ديالي، دخلوا وتابوناو حيت كنلوح فيه شي حوايج قبل نلوحهم في يوتيوب. هادشي اللي كاين الخوت. المهم هي هذيك، لقيت البنو مشوش كيف ما قلت في واحد ستوري ديال الانستغرام، وانا انولي قلت خليت العشيه. هذا هو البلان. ايوا هو هذا. دابا حنا كنديروا الديلي اوبسيرفيشن ديالنا ديال الليل، كيف ما قلت لكم ديال الرجوع من العمل. واحد القضيه الخوت بغيت نقولها لكم، واحد اللعيبه لقيتها في الدراجه اللي هي كونسوماسيون والو زيرو بارابور تي ماكس 530 ولا 500. صراحه كونسوماسيون زيرو بزاف. تي ماكس كنت 3 ايام، يعني غير الدار الخدمه 3 ايام كندير 120 درهم. هذه درت 150 درهم نهار الاثنين، اليوم الخميس شوفوا شحال باقا من الشرطه. هاد ثلاثه الشرطات هادو مازال يضربوا لي غدا، يعني الي روتور، وزيد حتى السبت هو قول واحد الي روتور، يعني 6 ايام. تصوروا معايا 3 ايام مع 6 ايام، واخا زيد غير 30 درهم بارابور، يعني هذيك 120 مع 150 درهم. بالرجوله موطو فيتاس احسن من الكروا. علاش؟ حيت كتحكم انت في الفيتاسات وفي الكونسوماسيون ديال الموتور، ماشي فحال الكروا كتبقى يعني كي شنقول لكم الطاقه او ليسونس كامله كتمشي في الخوا، بعض المرات في الخوا الخاوي. هذا هو البلان. ما غاديش نقول لكم راه تي ماكس موتور خايب، ولكن راه كيكونسومي، وكاع الناس اللي عندها تي ماكس راه عارفه هذا الشيء. كما العادة الزحام، نديرو بامور ديالنا، وهاد اللوفية الخوت غادي نبدلها مع لوفية ما تاوزا، وخا هي دوريجين ديالو. غادي نشري واحد وحدين ديال الام تي 09 ياك، و ستيل ريزوما، يعني قصيورين وزوينين بستيلين، مضروبة فيهم ام تي 09. راه مهم كومونديت على بزاف ديال اللعيبات، ان شاء الله انفو غادي نتوصل بهاد اللعيبات هادو اللي قلت لكم، غادي ندير فيديو عليهم. هذا هو البلان. سحام الخوت، سحام مبغيناش نسلتو. نديرو بامور ديالنا. شكرا ايها الشرطي، الرجل هذا الشرطي. فهمنا والو. يلا ليتس جو. هذا هو اول ديلي اوبسيرفيشن ديالي مع التمساحه. ايوا بالمناسبه راه داير غير مود بي، يعني مود بي قل من ستوندار، ومود ا هو اللي اغريسيف عليهم كاملين، يعني اكثر من المود ستوندار واكثر من المود بي. دابا هاد المود بي كيجيني تقريبا بحال لاصايك ام تي 07، ما كيكونسوميش او ميم طون ما كيجريش، يعني ماشي ما كيجريش، كيجري ولكن ماشي بديك السرعه وديك التحنقيزه ديال المود ا والمود ستوندار. وحتى الصوت راه كيتبدل الخوت.
المود ستاندر والمود ار الصوت فيهم شويه زايد نغزه ماشي بحال المود بي. هذا هو البلان. كما كتشوفوا راه غادي غير بكاتريام، ما بغيتش نلف على السانكيام حيت غادي نبقى نكراطين كراطين، لا ما نبقى غادي غير بكاتريام. الرونفلاج اصلا يلا كيوصل لخمسه ماشي مشكل، الا وصل سته اللي خصني نورمالمون نبدل. هادشي اللي فاهم انا، فهمه ديالي انا، الا كان شي غلط خليه ليا في الكومنتير اخوت، منكم نستفيد. هاد خونا هذا دار بغي يطلع وما دارش السينيال، ما عرفتش واش غادي ولا سميتو، يعني الا فوت ديالنا بجوج انا جاي بسرعه وهو ما دارش السينيال باش يدور على اليمين. مولاها ربي كي جاكم الصويت بو أكرابوفيتش كاربون فول كاربون. مرة ندور على اليسر نشوف، عرفتي علاش؟ لا يولي هزني شي واحد جاي على اليسر. حشوا معايا لوطوروت هيك الخوت. كيوقفوا في الطريق هما اللي كيديروا المشاكل الخوت، حول البوليسي كيجي كيغيز ليهم. واحد تي ماكس فيها أكرابوفيتش لو سالي لو سالي. صراحة من نهار خديت هاد الموطور والناس كيسلموا عليا لي موطار زعما اللي كانت عندي تي ماكس، حتى واحد ما كان مزك ليا، بغيت نعرف علاش. خليو ليا حتى هي في لي كومونتير. يلا دابا هنا خصني ندير الشيفتر او الكويك شيفتر. فريناج ناضي ناضي، انا عارف راسي كاين الفريناج، داكشي علاش كندير هاد السرعه كامله، ولكن خصني نحضر راسي وبشويه وبالمال كيتكلبوا دنجال. دابا علاش ما كنزعمش ندوز ما بين الطوموبيلات؟ حيت تي ماكس الصراحه واخا هكاك كيديروا الناس بحسابك، داكشي هذا الصوت هذا كيخلع الناس، كيبغيو يعطيوك الطريق كيوليو جايين عندك كيوليو قارمين عليك، يعني طوموبيل مع طوموبيل كيديروا لك داك الراق. الموتور الخوت ملي كيكون جديد ما كيكونش فيه البروبليم ديال الكيدوناج. ها نتوما شوف خير دليل، ها ها والو. انا غنكسيري مزيان وغنطلع والو. او الفران فران فران فران. هانتو 122 ونطلق الكيدون. ما كاينش بروبليم دكيدوناج حيت الموطور جديد. اين فوا كيبدا
هذوك السكوس وداك الدوطانات وكيبدا يعني كيتفرقعوا دوك لي زاري دويل ديال لا ميزون وكيبدا دير الزيت ما كتعرفش دير يعني الزيت القياس في كل سيقة او البنو كيكون محفحف او الموتور داير شي كسيده وعوجالي شتي ديال الفورج شي حاجه هي فين كيطرى داك المشكل ديال الكيدوناج. وحاجه اخرى اذا كان عندك هادشي كله مغيز حتى الصندوقه اللي كتكون لور حتى هي كدير هاد المشكل. المهم الخوت في لي ديلي اوبسيرفيشن ديالي كاملين غادي نبدا نطرق كل مره الموضوع يعني نتوما كتشوفوا الطريق او ميم طون كتستافدوا معايا من شي لعيبات كنعاودهم ليكم خصوصا الدراري اللي كيقول لك كيسولوني اسئله في الانستغرام بغيناك اخويا تورينا وتقول لينا هذه. مهم ان شاء الله الحلقه الجايه الا بقيت عاقل راه غادي ندوي لكم على الاس اش والناس اللي باغين ياخذوا الاس اش شنو يقلبوا شنو يديروا وسواء اس اش سواء اي موتور حيت دابا الاس اش والتي ماكس معروفه عليهم في المغرب خايدين واحد السمعه خايبه خصوصا في الوراق غادي ماشي كلشي ماشي كاع الماطر ولكن الاغلبيه الساحقه. دونك حنا غادي نطرقوا لهذا الموضوع ونشوفوا المشاكل وكيفاش تقلب الموتور خصوصا في الوراق يعني الوراق حيت هما اهم حاجه ماشي ديال الميكانيك راه تقدر دي اي واحد يقلب لك الموتور يعني او نيفو ديال الميكانيك اما الوراق هما كلشي الخوت. صافي الخوت المهم خليو لي في لي كومونتير وهاجموني هاجموني في الكومونتيرات بزاف باش المره الجايه ندير بحسابكم ونهضروا على هذا الموضوع. يلا كل ما هضرتوا لي على هذا الموضوع في لي كومونتير غادي ان شاء الله في الحصه الجايه او الفيديو الجاي غندير نطرق ليه. صافي الخوت وخونا وخونا وناري عمرتي عليا صاحبي هاني هاني دي زعواشة مشافنيش صافي غنبقاو غاديين غير ساكتين تفرجوا في الطريق وتصنتوا لي المزيكا حيت كاين شي وحدين اللي ما كتعجبهمش هضرتي كنبرزطهم كيقول لك خلينا نتصنتوا غير الطريق والبول لعيبات. صافي انا معاكم الخوت اللي بغيتو انا معاكم. هاد اللوفي هادي صراحة خربقات لي يديا معاها بعيدة عليا وراكم عارفين. المهم هاد لي يدينا الصبعان كنبقى شاد غير من هنا باش يلاه شوية نتمكن منها ما لوفية ما تا وزة كان عليهم يعني يا ما يديرو لوفي ريكلابل بحال اللي كاينة في التي ماكس وبحال اللي كاينة دابا في اليد اليمنية. كان خصني نقراطي ولكن ندير انا مود بي يعني ما غاديش يخطفني وحتى البواطه ما غاتاكلش العصا. صافي ديزا عواشر واصلا ما كسلتش ليه مزيان
مالك اصاحبي مالك؟ الزحام ديالو بصح حنا ايوا تريبورتور والو منحطوش رجلينا. سمعت الرايدر الرايدر سمعتو انتوما؟ نقلب على اي بلاصه كدوز ليه من اليسر اللي كان شو نصاوب واحد البياس الخوت باش نتهناو منا نمشيو عند الصحراوي كاين في ليسه اسفه ناضي كنادي ناري ناري خطاف هذا حدايا منو إيه كليسات بيا رويضة لونتي باتيناج خدم دابا ندورو على اليسر صافي نديرو بامور ديالنا تتخوى القضية كاين الظلمة الخوت ياك محالو شي يبان لكم شي حاجة. المهم غادا تكون نهاية الحلقة ديالنا هنا وفي هاد الظلمة نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وخليو لي في لي كومونتير اش بان لكم في البلان ديال نهضروا على الاس اش وكيفاش تشريها وداكشي سواء اس اش سواء تي ماكس. صافي الخوت خليو لي في لي كومونتير يلا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه تهلاو.